السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي في قناتكم اكادير لانز. قناه اكادير لانز قناه كتعرفكم بالمناطق السياحيه بمدينه اكادير، بالمشاريع اللي تنسات، بالمشاريع اللي غادي تنس. اليوم مثلا حنا راه هنا في الهدى، غادي جا كاين واحد الفيديو في القناه ديال اكادير لانز على هاد الطريق اللي غيدوز منها الامال وين. نتمنى اخوتي انكم تشتركوا في القناه وتدعمونا، سواء بالاشتراكات ديالكم، التعليق ديالكم، و حتى باقتراحات ديالكم. اللي باغي مثلا بلاصه نمشي نصوروا لها اللي عندكم، هذه قناتكم، هذه هي القناه ديالكم، الناس ديال اكادير و حتى المغاربه كل يعني كلكم مرحبا بكم في مدينتكم اكادير. كما كتشوفوا هنايا غنحاول هاد الفيديو انني نختصر فيها. هنا الاشغال ديال الامل باص راه تقريبا سالت، يكفي انه الحافله تجي يعني وتبدا ان شاء الله الخدمه، وراك الخدمه كما كنقولوا. و راه كاين واحد الفيديو درتها كاينه في القناه على شارع الحسن الثاني، و وريتكم المحطات الجديده كي غتكون، راه كيتصيبوا يعني شارع الحسن الثاني. وهنا ان شاء الله راه غادي يوصلوا، وان شاء الله فاش غيساليوا المحطات ان شاء الله وتبدا الاشياء التقنيه ان شاء الله راه المشروع غيدوز. هنا هذه هي تسهيله، راه تنادم عندنا اهم الاحياء الصناعيه اللي كاينين في السود، وكاينين دي زوزين كبار، كاين تبارك الله شركات هنايا، وكاين واحد المعهد ديال التكوين اللي تابع للاوف بي بي تي. غنتسناو باش نقطعوا للجهه الاخرى. راه الا كتشوفوا هذا الوسط، راه هنا فاش غيدوز الامل واي، راه وريتها لكم ديجا، راه هو ما كيدورش على الرومبان بحال طوبيس عادي، بحال السيارات. هنا كيدوز يعني حتى ان شاء الله الناس تحتار منه الاسباقيه، ما يوقعوش حوادث كيما وقع في الدار البيضاء. راه الدار البيضاء راه فيها نفس الشيء، امل واي تقريبا راه بدا عندهم شي شهر تقريبا والصرف، ونفس نفس 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 المشاكل اللي كتقام على التراموي. الجنب راه وريتها لكم، راه ممر الراجلين. الامل واي كيكون في الوسط، هنا السيارات ياك اليمين واليسر. هنا السيارات دابا راه كيتمشاو في الوسط، ولكن فاش ما غيبدا وقت ما غيبدا هاد الامل واي راه كلشي خص يحترمو. اذا اخوتي شكرا لكم، والتعاليق ديالكم الله يخليكم ما تنساوهاش. و نتسنى هذا تيدوز واحد مكسيري شويه، التعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم مهمه راه بزاف. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.